بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى. شوف النهاردة النوع الجديد معانا في الـ validation الـ time zone. على سبيل المثال أنا بضيف دولة مثلا مصر، فبضيف مثلا الـ time zone بتاع الدولة. مع كل دولة بضيف لها مثلا UTC، لو المملكة العربية السعودية مثلا KSA تقريبا أو رياض، مصر بضيف اللي هي كايرو، افريكا كايرو، وهكذا. انا ازاي اتحقق ان فعلا اللي داخل ده تايم زون بشكل مظبوط وفاليد معايا، يعني ما يكونش فيه اي مشكله خالص. فريم ورك لارافيل وفر لك التايم زون اتريبيوت. طبعا انا جهزت هنا لنفسي زي ما انت شايف سيلكت بترفلكت لي الفانكشن اللي موجوده في البي اتش بي تايم زون ايدنتيفاير ليست، ودي على طول built in function، على طول بتعمل لك load لكل التايم زون اللي انت بتحتاجها في شغلك او العالمية يعني globally. فهنا في امثلة عليها، لكن انا اخدتها وعدلت عليها بشكل مختلف بحيث ان انا اطبع بس select، وممكن اشتغل عليها في ال HTML builder براحتي، لكن انا فضلت اشرحها بالشكل ده وعملت if statement بحيث ان هو select ال old بتاعتي، تمام. لكن هنا لو تلاحظ انا عملت extract لي list وطبعتها في الفاليو وفي التايتل بتاع الاوبشن. طيب اذا انا عايز اتحقق ان فعلا ان القيم اللي جايه من الليست دي فعلا هي نفس القيم جوه. طيب تعال نشوف هنا. كل اللي هعمله ببساطه ان انا هنا هزود، طبعا انا هنا عندي اسمه country time zone، خلينا هنا ازوده بنفس الاسم برضو، يعني country time zone، واجي هنا country time zone، وكل اللي هعمله هقول تايم زون بس كده. طبعا انا ممكن اقول له سام تايمز نليبل او ريكوايرد زي ما انا عايز، لكن هنا بقول لك تايم زون اي ان يتحقق ان القيمه اللي جايه على سبيل المثال افريكا سلاش كايرو بالشكل ده، ما تكونش اي قيم عبثيه يعني. طيب تعال نشوف. لو انا جيت هنا اخترت مثلا انا دي ايجيبت، هقول كايرو وهعمل اد، هيقبلها ويعدي مفيش اي مشكله. طيب انا تعالى مثلا انا راجل مخرب وعايز اجي هنا العب في القيم، وليكن انا باجي هنا هبعت ادي كايرو، مش هبعتها زي كده، هبعت ان هي اي قيم عبثيه بالشكل ده، وجيت احاول اعمل اد، لاحظ هيقول لي يجب ان يكون الكانتري تايم زون نطاقا زمنيا صحيحا. ده مفيد جدا ليك عشان تحافظ على الداتا اللي داخله في داتابيز، ولابد ان انت تكون عارف ان الفاليديشن في البروجكت بتاعك بيشكل نسبه كبيره جدا من حاجات كتيره، منها حمايه الداتا اللي داخله وخارجه لقاعده البيانات، حمايه الفريم ورك او حمايه المشروع من الاختراق، وكمان تنظيم الداتا بشكل كويس جدا. فحاول دايما ان انت تتعرف على الفاليديشن وتقرا الدوكيومنتيشن اللي في لارافيل فريم ورك. شكرا، تقابل في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.